واصل مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له بالعاصمة السعودية الرياض مناقشته للأوضاع الاقتصادية والمالية بالتركيز على السياسات والآليات المتعلقة بإدارة الموارد الجمركية والضريبية. اطلع المجلس بحضور رئيس حكومة المناصفة إلى إحاطة من رئيس المجلس حول اللقاء بصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار التنسيق المشترك ودور المملكة القائد للتحالف العربي. كما استمع مجلس القيادة إلى تقرير من عضو المجلس عثمان مجلي حول نتائج مشاركته والوفد المرافق له إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا الذي استضافته مؤخرا العاصمة القطرية الدوحة. في العاصمة عدن ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري مع وفد الأمم المتحدة برئاسة مندوب الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بلادنا ديفيد غريسلي جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وناقش الاجتماع الوضع الكارثي الناتج عن زراعة ميليشيا الحوثي للألغام ووضع الناقلة النفطية صافر والآثار المترتبة على تعنت الميليشيا في منع صيانتها، وكذلك معاناة الأسرى في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأطلع وزير الدفاع الوفد الأممي على الوضع الأمني والعسكري في ظل تحشيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر لمختلف جبهات القتال ومواصلة عمليات تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين لدعم الميليشيات بالتوازي مع تنفيذ القاعدة وداعش عددا من الأعمال الإرهابية لإقلاق الأمن في المحافظات المحررة في تقادم واضح ومفضوح للجميع. من جهته عبر غريسلي عن شكره لوزير الدفاع على جهوده في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وحمايتها مؤكدا الالتزام الكامل بالعمل مع الحكومة ومؤسساتها والدفع بعملية التنمية والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني. وفي سياق آخر قال رئيس هيئة التشاور المصالحة محمد الغيثي أن مهمة الهيئة تكمن في فهم وتشخيص الحالة السياسية وتطلعات واشتراطات ومطالبات القوى السياسية والتشاور بشأن ذلك وليست هيئة لإقرار قوانين أو اتفاقات سياسية. تصريح الغيثي أتى بعد ساعات من تسريب وثائق وتصويرها في وسائل الإعلام على أنها وثائق اتفاقات سياسية بين القوى الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس الرئاسي، وهذا لا أساس له من الصحة على حد قوله، بل هي مسودات تم رفعها من اللجان وعرضت في الهيئة العامة ولم يتم النظر فيها إلى الآن، ولم يتم إقرار رفع هذه الوثائق لمجلس القيادة الرئاسي. وأكد الغيثي أن انفصال الجنوب تحت راية المجلس الانتقالي الجنوبي أمر محسوم ولا يمكن التنازل عنه. فيما أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها على تمسك المجلس بوضع إطار خاص تفاوضي لقضية شعب الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة التي تقودها المملكة العربية السعودية. واستمعت الهيئة إلى إحاطة مقدمة من رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية رئيس هيئة التشاور المصالحة وأعضاء هيئة التشاور من المجلس، شرحوا فيها الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل إنجاز مهامها المنوطة بها. وأكد رئيس الهيئة على أنه في إطار تشخيص الهيئة للوضع قدمت لجانها مسودات الاجتماع الهيئة العامة، وخلال المداولات قدم أعضاء المجلس في الهيئة ملاحظاتهم وتعديلاتهم المكتوبة على كافة القضايا وفق ما يتطابق مع رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل قضية شعب الجنوب وهدف المجلس باستعادة دولته الجنوبية وعاصمتها عدن. كما أشار أعضاء هيئة التشاور من المجلس على أن النقاشات التي جرت تؤكد جدية المجلس الانتقالي من أجل الشراكة التي أنتجتها مشاورات الرياض، مؤكدين على عدم وجود أي اتفاقات سياسية أو وثائق نهائية مقرة مثل ما يروج له الإعلام. وأضاف الغيثي أن رئاسة الهيئة ستعمل على جمع ملاحظات وتعديلات الأعضاء ومداولتهم لقياس مستوى التوافق وفرصه وكذا فرص المصالحة وفقا للاعتراف بقضايا هذه القوى. وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لها في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية. إلى ذلك قالت مصادر دبلوماسية أن تمديد الهدنة في بلادنا سيكون بمواصفات اتفاقية سلام شاملة وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار. وفقا للمصادر سيتم تمديد الهدنة الأممية مدة عام في حال تم التوافق على نقاط الخلاف، وسيترافق اتفاق الهدنة الأساسي مع ملاحق اقتصادية وإنسانية أخرى تتعلق باستئناف مسار المشاورات السياسية حول الحل الشامل للأزمة، مضيفة أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة سيكون بعد الانتهاء من حل الخلافات العالقة التي قد تتم بأي لحظة، وأن المملكة العربية السعودية قد تحتضن مراسم توقيع الاتفاق بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية، فيما لم تشر المصادر حول الآلية التي سيتم عليها الاتفاق وما إذا كانت القضية الجنوبية مشمولة ضمن هذا الاتفاق.